النهارده الاهلاويه زعلانين جدا بعد التعادل مع ايسترن كومباني وتاكد ضياع الدوري. خلاص يعني الدوري ضاع رسميا بهذا التعادل مع الشرقيه للدخان. الاهلي تعادل مع الشرقيه للدخان بدون اهداف وخسر نقطتين ابعداه تماما عن القمه، ووسع الفارق في حال فوزه بمؤجلته وفوز الزمالك الى 9 نقاط، يعني ممكن الزمالك كمان يخلص الدوري قبل اسبوعين على الاقل من نهايه الدوري. على الورق، احنا بنتكلم على الورق. خلاص النهارده الاهلاويه ما عادش عندهم امل في الدوري نهائي. ولكن زعل الاهلاويه فوق خساره النقطتين وضياع الفوز على كم الفرص السهله اللي ضاعت. وبدأت العملية تزيد في عملية عدم القبول وتوسيع الفجوة والخلاف ما بين الجماهير وما بين سواريش. مش أخبي عليكم، بدأت الفجوة تزيد، انتوا عارفين انا لسانكم. مش أخبي عليكم، مش أقدر اقول لك اصبر ولا أقدر اقول لك اتحمل، لانك انت بتخسر نقاط مع فرق هابطة. مع كامل الاحترام لإسترن كومباني والمقصة بالعافية، يعني فرق حصلت الدوري. مع كامل الاحترام ومبروك للكابتن علاء عبد العال ومبروك لإسترن كومباني، لهم كل الاحترام والتقدير، لا أقصد التقليل منهم بالمرة، ولكن وأنا بديهم حقهم وأقول برافو، وعلاء عبد العال خد نقطة من فم الأسد ربما تكون سبب في بقائه في الدوري العام، عايز أقول لك إن الفجوة بتزيد ما بين جماهير الأهلي وما بين سواريش. عدم القناعة، عدم الطمأنينة، لدرجة أني قاعد بتفرج مع ناس أصحابي بيقولوا لي يا أخي حتى المترجم مش مستريح له، يعني خلاص الناس بص حبيبك يبلع لك إيه الظلام وعدوك يتمنى لك إيه الغلط. الأهلوية مش أعداء لسواريش، ولكن يبدو أن عدم القبول بيزيد مباراة بعد مباراة، الخوف بيزيد مباراة بعد مباراة، عدم القناعة بيزيد مباراة بعد مباراة. مش على الدوري، خلاص الدوري ضاع والدوري راح، ولكن كمان على الموسم الجديد، لأن الدنيا ما تطمنش. فبالفعل بالفعل يا جماعة الأهلي مش كويس. كم فرص كبيرة جدا ضائعة، طب هتهدفوا امتى؟ يعني حاجة تضايق، يعني كمان الدنيا تولي منك. اقول لك ايه، يعني لا لعب ولا مدرب ولا حظ، فده بعمل قفل الاهلاوية. الناس زعلانة جدا من سواريش، زعلانة جدا من راجل ما عندوش حلول. طب ايه الحل؟ مطالب كتيرة بالتغيير، وده ما حصلش أبدا في تاريخ الأهلي إن مدرب يجي شهرين ثلاثة، ولكن إيه الحل؟ سؤال أصبح محيرا في الأهلي. سدت نفسه وإحباط من الأسامي المسربة للصفقات، والأهلاوية بيقولوا يا جماعة ما فيش صفقة حتى تبل الريق ولا سوبر، ومدرب حتى ما يحبلش زي ما بيقولوا في الكورة. طب إيه الموضوع؟ رايحين لفين؟ حالة إحباط وزعل كبير على مباراة إسترن كومباني، وحالة زعل كبير من سواريش، وغضب أهلاوي وجماهيري كبير وبيزداد مع كل مباراة. أستاذ أحمد السيد مراسلنا في النادي الأهلي، السلام عليكم يا أستاذ أحمد. وعليكم السلام يا أستاذ عبد الله. لعلك بخير. الحمد لله، بحييكم وبحيي كل المحترمين متابعينا في كل مكان. بص، ما فيش حاجة تتقال في فنيات أكتر من إن مباراة تفوزها 3-4-0 مش عارف تجيب أهداف، ومدرب قليل الحيلة، وجماهير زعلانة. ومش هقدر أقول غير كده بمنتهى الأمانة، يعني إحنا كلنا أكيد بنحاول نخلي سواريش ياخد فرصة ورا التانية، نحاول نخلي سواريش برضه مش عايز أقول بنلتمسه الأعذار،
ولكن هو برضو فعلا ما عندوش قماشه، ما عندوش لعيبه، لكن برضو هو عليه اثبات انه يقدر يعمل كوتشنج بشكل كويس. ما هو خلي بالك يا استاذ احمد، عمليك ما عندوش قماشه ولا لعيبه ولا بدائل. الناس تقدر ده لما يكون المنافس اللي اقترب من الدوري بنسبة 80% عنده إمكانيات، ولكن انت عندك منافس ما عندوش يكمل الاسكور، وقف له فترة قيد مرتين، نجوم سبت الفرقة ومشيت، مدير فني أجبر على أن يذهب إلى الناشئين. الناس شايفة إن الفوارق مدير فني يا أستاذ أحمد، مش هنخبي على الناس. الزمالك بقى ياخد الدوري وهو على الورق ما ينفعش ياخد دوري رمضانيه، وده شيء يتحاسب لفريرا وعظمه فريرا، ويتحاسب لمجلس الاداره والناس اللي اتعاقدت مع فريرا، ويتحاسب لمرتضى منصور وابنه امير كرويا عشان نبقى امناء. يعني ما يعني انت لو جيت اتكلمت من حيث الامكانيات والذخيره، بيراميدز اقوى من الاهلي والزمالك، عنده البدايل، فرقة متكاملة، كل الإمكانيات المالية، مسخر ليه كل حاجة. والفريق اللي من المفترض يبقى تالت أو رابع هو اللي هياخد الدوري. والأهلي بكل ما لديه وما عليه ما زال تالت وبيضيع نقاط بشكل غريب. خلي بالك موضوع إن المنافس اللي مكانك زيك أقل منك مخلي ما فيك أعذار مقبولة. خلي بالك من دي عشان ندي الزمالك حقه. خلي بالك الزمالك الحدوته فيها ايه؟ الحدوته مدير فني يا صاحبي. وافضل اقول الكلام على مسؤوليه اللي مزعل اللي مزعله وبيخليه هايج عليا اليومين دول، لولا فيريرا لظل الزمالك حصاله. والزملكاويه عليهم ان يصلوا لله شكرا ان عندهم مدير فني اسمه فيريرا، وما فيش حد يستحق الشكر الا فريرا. انت خلاص بتشكر الاداره على التعاقد معاه، ولكن اللي عامله فريرا اعجاز، خد كاس ودوري كمان هيخلصه قبل اسبوعين من نهايته على الاقل، والكلام ده على مسؤوليتي. تقول لي حكام، تقول لي عصبه الاسك، تقول لي مؤامرات، اقول لك كله ده ماله مال انك انت ما تفوتش على ايسترن كومباني 4-0. لا مش هختلف معاك يا استاذ عبد الناصر، ومتفق معاك، وده اللي انا بقوله. يعني عارف احنا بنحاول، او الناس يعني حتى اللي بيتفرجوا على الماتش يقول لك ماشي سواريز اما عنده اعذار 1 2 3 4، لكن انت اديني برضه اماره، اديني اماره على خططك، على شغلك الفني بالزبط. على تكتيك معين، على جمل فنيه معينه، ده اللي بنحاول نشوفه في الكام مباراه اللي فاتت. ودي مش هتفرق بقى انت بتلعب بتشكيله اساسيه ولا بمجموعه صاعدين ولا بعادين من الاصابه. يعني فسواريش يمكن جمهور النادي الاهلي قلقان، قلقان بمنتهى الامانه، هنقول الراجل لسه بدري و و وهنقول الكلام اللي بنقوله دايما، لكن اللي احنا منتظرينه ان يقدم مردودا يقنع به جماهير النادي الاهلي بمنتهى الامانه. انا كمدير فني حتى لو لعبت يا استاذ عبد الناصر مش كامله، لكن اقدر من ماتش واثنين وثلاثه واربعه وعشره، لا مدير فني فاهم، ده مدير فني عنده فكر. لو اللعيبه بس تكمل معاه الدنيا هتختلف، لو معاه قماشه الموضوع يختلف. لا احنا كل اللي شفناه ربما تحسن في الاداء الدفاعي، لان هو كده كده بيلعب ثلاثه ورا مع الظاهرين، لكن المردود لاعبي خط الوسط والاداء الهجومي مش هو ده. وسواريز محتاج يقنع الجماهير، محتاج يقدم مردود ايجابي، محتاج يقول لجمهور النادي الاهلي انا على قيمه نادي. ليه؟ يعني انت ممكن تعمل مشروع مدير فني يا عم، ده حتى عم الحاج محمد ابو زيد اللي انا ببعت له تحيه عبر الهوى، عم الحاج محمد ابو زيد ربنا يكرمك بمقدار ما بتدعي لي يا اهلاوي يا جدع. عم الحاج محمد ابو زيد يا جماعه راجل كفيف، وبيدعي لي وبيدعي لكم ويتمنى لكم الخير والصحة والعافية، وأهلاوي وزعلان وحزين على الأهلي. يعني الناس بتقول لك يا أستاذ أحمد حتى التغييرات الراجل فقير فيها جدا. أنا بصراحة مش قادر أمشي عكس الناس، رغم إنك أنت عارف أسلوبي الصبر على المدرب للنهاية، ولكن أعمل إيه؟ يعني يقول لي والله كل
كلنا نفس المنطق وكلنا نفس الفكره يا استاذ عبد الناصر، ولكن مش عايز اقول برضو لو في مشكله وتعالجها من بدري بدل ما تستنى والمشكله تكبر وتكبر وتكبر، خصوصا ان البدايات بتبين. انا هنا مش بقلل من سوارش، ولكن انت جايب مدير فني في شخصيه، جايب مدير فني ما عندوش سي في قوي، وده متفقين عليه من البدايه، علشان شغل تكتيك معين وعلشان مشروع معين وعلشان وعلشان، لازم هو بقى يقدم مردود ايجابي يقنع الجماهير. يعني مش معقول يا استاذ عبد الناصر في 8 او 9 ماتشات اللي فاتوا مش عارفين نشوف جمله فنيه بشكل كويس، مش عارفين نشوف اداء حلو ولو لدقائق. يا جماعه يا جماعه، انا بقول لكم على مسؤوليتي الشخصيه، المباريات المتبقيه بدءا من ايسترن كومباني اللي انتهت بالتعادل الى اخر مباراه في الدوري، سيحدد من خلالها الاهلي مصير سواريش. وانا بقول لكم اهو على مسؤوليتي، وسجلوا الكلمتين دول للتاريخ، سواريش سيرحل. على مسؤوليتي الشخصيه سواريش سيرحل. وان هناك كلام مهم جدا بيتقال في الغرف المغلقه، وزي ما انفردت معاكم ان في رجال اعمال اقوياء بداوا يتكلموا مع شركه الكوره ومع الكابتن محمود الخطيب، والكابتن محمود الخطيب بدا يستمع بتركيز، وصوت الاهلاويه واصل للكابتن محمود الخطيب، وسواريش لن يكمل مع الاهلي مشواره، وسيتكل على الله مع نهايه اخر مباراه في الدوري العام. هذا الكلام على مسؤوليتي الشخصيه والايام بيننا. فكرة برضه ضغط النصر ان انا طول المباريات بلعب بثلاثه مساكين او بثلاثه في خط الدفاع غير الظاهرين، بلعبها قدام المقصه في الكاس وبلعبها قدام الشرقيه للدخان. طب برضه هو مميز، واحنا قلنا على فكره من اول يوم هو مميز في الجانب الدفاعي. وليه مميز في الجانب الدفاعي؟ لانه كان بيلعب يا احمد بعد اذنك، النهارده في كوره تتحسب لعلي لطفي دي هدف مليار في الميه. صح. لا لو جات ما كنتش هتقول مميز في الجانب الدفاعي، لا مؤاخذه يعني. انا عايز اقول هو دايما فكره حتى مع فريقه البرتغالي القديم، طب قويه هناك او مش من الفرق الدرجه المركز اول ثاني ثالث، ففكره التامين الدفاعي بشكل كويس. يا بيه الفنان المحترم صديق العزيز صبحي خليل، وصديق المحترم الحاج احمد مصطفى عمدة المصريين في دبي، كانوا ضمن الناس اللي بيتفرجوا معايا على الماتش النهارده. والاعلام الكبير والاذاعه المحترم الاستاذ وائل عيسى، المذيع باذاعه الشباب والرياضه، والاستاذ اشرف انور الصحفي الكبير وعضو نقابه الصحفيين. اغلب اللي قاعدين كانوا بيتكلموا كلمه واحده. يعني خصوصا الاستاذ صبحي خليل فاهم جدا، الفنان القدير صبحي خليل، قال لك يا جماعه من امتى الاهلي بياخد قرارات غلط بالشكل ده؟ القرار الصح بعد رحيل موسيماني الذي اجبرت عليه ان الموسم يكمله سامي قمصان. وانت النهارده بتدفع ثمن ده، لانك انت هترجع لنقطه الصفر تاني. وصبحي خليل قال والله انا واتمنى ان الخطيب يسمعني كاهلاوي، يا جماعه يكمل سامي قمصان وتشوفوا لكم حل. قلت له ماشي اهو من ضمن الحلول، والخطيب بدا يسمع للناس. يعني حتى الناس ما بين فنانين وصحفيين وجماهير واهلاويه، كل الناس الزملكاويه فرحانين جدا فيك يا احمد، وعايزين سواريش يقعد على قلبك الامر كله. فالناس بتتكلم يعني قرارات خاطئه تلو الاخرى على المستوى الكروي بتدفع ثمنها الجماهير. ولذلك انا بقول لك اللاعبين ابرياء من الهجوم عليهم، وانا اقول حياتي بقول ده. لا يا جماعه، المشكله في الاهلي فنيه، اللاعبين ابرياء. طب ما عندك قطاع ناشئين اللي الخطيب قال لك العب بيه. يا راجل انت اقول لك ايه بس؟ يا راجل انت عندك قطاع ناشئين الناس كلها. يعني انا اعرف مدربين كثر في النادي الاهلي اصدقائي بيقول لك في لعيبه في القطاع اقسم بالله العلي العظيم تكسر الدنيا، لكن الراجل يعني الناس زعلانه، ولازم ننقل مشاعر الناس لعلها تصل للكابتن محمود الخطيب، لان احنا ممكن نساند، فالناس تظن ان مساندتنا تضليل لكي يبقى سواريش. لاعب سواريش دون المستوى.
وكلمة الحق والناس سنقولها والناس لباب الله. زعلانه برضه. اوضح حاجه زي عبد الناصر، هي اتفضل. الناس زعلانه، مش الاهلي مش كسبان استر من 5 وزعلانه مثلا من اخر اداء في اخر 10 دقائق ولا ثلاث، لا انت بتعاني قدام حتى فرق. انا معاك وتاني بعيد وبقول اه القماشه كامله، لكن انت المفروض حتى لو ما عندكش القماشه كامله اديني يا سيدي اماره، اماره عشان اصدقك بعد كده، عشان اقول مع الصفقات مع اللعيبه مع الدنيا تتغير. فسوارش بمنتهى الامانه يمكن جمهور النادي الاهلي صابر طبعا، لكن جمهور النادي الاهلي برضه ما زال بيقول وبيعيد وبيكرر بان الراجل كمدير فني لم يقنع جماهير الفريق. في مخاوف او في مخاوف، معلوماتي زي ما حضرتك قلت يا عبد الناصر ان ربما هناك تقييم للمدير الفني حتى نهايه الموسم لحسم مصيره في الاستمرار من عدمه، على الرغم انه واخد كل الدعم من الكابتن محمود الخطيب. الكابتن محمود الخطيب بدأ يستمع للجميع، وزي ما قلت يعني يلا، عشان انا بصراحة يعني النهاردة اتفرجت على الماتش وكنت قرفان جدا. قول لي عليه بعد الماتش مستر سواريش. يعني سواريز بعد المباراة قال كنا نستحق الفوز على ايسترن كامباني، قال لك بس كده احنا بنحاول نلعب بنفس الطريقة دايما، اللعيبة بس عايزين الثقة واحنا بنديهم الثقة. قال ميدو نبيل لعب مباراة اليوم بشكل اساسي وعمل مستوى كويس، وايضا زياد قصر زياد واشرف وفخري وغريب كلهم قدموا مباراة كويسة. قال اللعيبة الشباب دي اتضربت وقت قليل معانا، ولكن برضه هو بيقول ان اكيد محتاجين وقت اكتر علشان يبقى لان المستويات البدنيه والفنيه ما بين الفريق الاول وفرق الشباب اكيد بتختلف. هو بيقول انا حزين بسبب خساره نقطتين، هو قال فزنا بالثلاث مباريات السابقه وده ما حصلش في وقت طويل، وعمل مقارنه قال ان في اخر 12 مباراه قبل ما جيئي سجلنا 17 هدف وده كان في شباكنا 10 اهداف، لكن منذ قدومي جبنا 16 هدف ودخل مرمانا 4 اهداف فقط وحققنا 4 نقاط اكثر. فهو بيقارن عدد النقاط بالاهداف اللي منيت بمرمى النادي الاهلي ال 12 مباراه ما قبل قدومه وما بعد قدومه، وهو عامل احصائيه شايف ان ارقامه هي الافضل. بيقول من فعية. انا سعيد بمجموعه اللاعبين مش الان في المستقبل، بالعكس انا سعيد في الاهلي وحطيت مصلحه الفريق على مصلحتي عشان نفوز في المستقبل واحنا ماشيين على الطريق الصحيح. طيب هل لديك أي أخبار أخرى يا أستاذ أحمد؟ اوضح بس رامي ربيعه يغيب عن مباراه الاسماعيلي بعد حصوله على البطاقه الصفراء الثالثه امام ايسترن كامباني. برضه يمكن عماد متعب بيتكلم بعد المباراه مهم يعني هنقل تصريحاته لان جمهور النادي الاهلي يمكن بيتنقلها. هو قال حاجه يمكن انت قلتها على التغييرات، وقال ان مشاركه مكسيوني غريبه برضه، تويت نزوله اصراره على النزول برضه عامل مشكله. فيعني اعتقد ده نفس الكلام اللي انت بتقوله ان برضه اشراك مكسيوني او في هذا التوقيت اشراك مكسيوني عامل حاله من ارشاد. يمكن الكابتن سيد عبد الحفيظ كلنا شفناه موجود، كان موجود في المقصوره لانه او يعني في الدرجه الاولى اسفل المقصوره لانه كان مطرود بعد المباراه على طول. يمكن سواريش راح اتكلم مع حكم المباراه وكان متضايق من بعض الاخطاء التحكيميه وشايف ان الحكم ظلم النادي الاهلي، وفي نفس الوقت يمكن كان بيتكلم مع محمد الصباحي على بعض الامور الخاصه بالفار، وهو بشايف ان يعني ان النادي الاهلي تعرض لظلم في هذه المباراه. بعد يمكن هو سلم على اللعيبه، وكمان الكابتن سيد عبد الحفيظ كان متضايق جدا فيمكن خلى اللعيبه تخش على طول غرفه خلع الملابس علشان ما يكون الكلام مع حد. يمكن كمان حتى بعد نهايه المباراه كان محمد هاني من اكثر اللاعبين حزنا هو وعلي لطفي، يمكن حتى اتكلموا مع المجموعه الصاعدين ما فيش مشكله الماتشات اللي جايه اهم خلاص، يعني انت الدوري ضاع بشكل رسمي تقريبا، ولكن انت الفكره ان انت بتحاول تقنع جماهيرك بتحاول تقدم مردود ايجابي كمدير فني وكلاعبين صاعدين بمنتهى الامانه. تمام برضه استاذ عبد الناصر معايا؟ معاك الو معاك يا احمد سامعك. يعني من ضمن هو طبعا سواريش برضه خد بالك الناس بتتناقل تصريحاته لما قال الاهلي بيسير على الطريق الصحيح وقال للناس انتقدوني زي ما انتم عايزين. وهو طبعا انا قلت المقارنه اللي عملها ما بين مبارياته والمباريات ما بين قبل قدومه، يعني مباراه النادي الاهلي القادمه على طول ما فيش وقت، الاهلي بيستعد طبعا بدون راحه 9 مساء الاحد المقبل
مع فريق الإسماعيلي على ملعب الجيش في برج العرب في النادي الأهلي بيستعد لمباراة صعبة أكيد مفيش شك.